قال الإمام الخطيب البغدادي رضي الله عنه ورحمه في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، قال الإمام رحمه الله: وقال الفضل بن موسى: انتهيت أنا وعبد الله بن مبارك إلى قنطرة، فقلت له: تقدم. وقال لي: تقدم. فحاسبته فإذا أنا أكبر منه بسنتين. سبحان ربي العظيم. أحمد بن أبي حنيفة: رأيت الحسن بن عمار وأبي انتهيا إلى قنطرة، فقال له أبي: تقدم. فقال: أتقدم؟ تقدم أنت، فإنك أفقهنا وأعلمنا وأفضلنا. نعم. فقال يعقوب بن سفيان: بلغني أن الحسن وعليا ابني صالح كانا توأمين، فخرج الحسن قبل علي، فلم يرى قط الحسن مع علي في مجلس إلا جلس علي دونه، ولم يكن يتكلم مع الحسن إذا اجتمع في مجلس. وإن قال: وإن قدم الأكبر على نفسه من كان أعلم منه جاز ذلك وكان حسنا. فعن الحسن بن منصور أنه قال: كنت مع يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوين يوما نعود مريضا، فلما حازينا الباب تأخر إسحاق وقال ليحيى: تقدم. فقال يحيى لإسحاق: تقدم أنت. قال: يا أبا زكريا، أنت أكبر مني. قال: نعم أنا أكبر منك وأنت. قال: وأنت أعلم مني. فتقدم إسحاق رضي الله عنك. هذه النهاية، ختام الباب يعني. صحيح، هذه أيضا فيها التقديم الأكبر، وهنا ختم لنا بما قررناه أولا. رأيت؟ ختم لنا بما قررناه أولا، وأن الأصح والأسد في ذلك أن يقدم الإيش؟ الأكبر علميا، علميا. هو لأنه هذا جاء عندنا من حديث: فليأمكم أكبركم. فطلبنا تفسير الأكبر، فقال أفقهم، أو قال في الرواية الأخرى أقرأهم. فكان الأكبر هنا المقصود به إيش؟ الأعلم. الأكبر هنا المقصود به الأعلم. ولذلك قلت إدخال ابن عباس كان أيضا فيه إشارة إلى ما كان أولا. يقول: انتهيت أنا عبد الله بن مبارك إلى قنطرة، فقلت له: تقدم. قال لي: تقدم. فحسبته فإذا أنا أكبر منه بسنتين. حاسب هنا السن في هذا الباب، لكن كل الذي جاءت الرواية خاتمة أثبتت المقصود بذلك إيه؟ العلم في هذا الباب. وأقول الحسن بن عمارة: قرأت الحسن بن عمارة وأبي انتهى إلى قنطرة، فقال له أبي: تقدم. قال: تقدم. تقدم أنت، فإنك أهو التنصيص أفقهنا وأعلمنا وأفضل، فإنك أفقهنا وأعلمنا وأفضلنا. والقرآن يدل على ذلك، القرآن يدل على ذلك. ممكن تجيب الآية بسرعة؟ الآية بسرعة عبد الرحمن، الآية بسرعة. يرفع الله الذين آمنوا، ما شاء عاشور، شاهد الله، ممتاز، بس خلاص أنا خلاص. طب هات نصير. قال: ففهمناها سليمان، وكلا أتينا حكما. ففهمناها من الأكبر، سليمان أكبر من داود سنا، صح ولا لا؟ عامل ايه؟ طب ما عشان تفهموا. ففهمناها سليمان، قدمه ولا ما قدموش؟ قدمه. والأمر الآخر هذا تخصيص، أنا جبتك التخصيص الأول في عند الاستدلال، أتيك بالتعميم، هات التعميم. كلا ها ايه الخاصة؟ ممتاز ممتاز يعقوب، لكن هذا عشان تطبيق الرؤية. ها، هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون؟ ممتاز. وآية أخرى مؤكدة، ماشي ممتاز. وفوق كل ذي علم عليم، أهو تقديم، أهو تقديم تصريح أهو الآن. وفوق كل ذي علم عليم. نعم. سيدنا موسى تبع الخضر، بس هذه تحتاج انك تجيب لي السن هنا، السن هنا. كيف عرفت انت؟ هارون كان اكبر وكان تبعا لموسى، لان هذا رسول وهذا نبي، فكان بالعلم ايضا. كلها تؤكد ما قلنا، فضل لا في علا. ها؟ على اساس العلم. قال الحسن وعليا ابن صالح كان توأما، فخرج الحسن قبل علي، فلم يرى قط الحسن مع علي في مجلس إلا جلس علي دونه، ولم يكن يتكلم مع الحسن إذا اجتمع في المجلس. وإن قدم الأكبر على نفسه من كان أعلم منه جاز ذلك وكان حسنا. والحقيقة والمصنف يستدرك ذلك، يقول: إذا قدم الأعلم وإن كان هو أكبر سنا، فقدم الأعلم كان هذا حسن. بل نقول هذا إيش؟ إن لم يكن واجبا فهو متأكد، لم يكن واجبا
فهو متأكد وقد قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك كبار الصحابة ارتضوا بدخول ابن عباس بل قد يرتضون بتقديمه، فقد قدم بالإجابة، قد قدم بالإجابة. معاذ بن جبل تقدم كل العلماء، أي كوفة، أي كوفة تقدم كل العلماء برطوة برمة حجر. طيب كان شابا حسب الصورة يجلس في مجلس الكوفة وحول الأشياخ يصدرون عن رأيه رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه. فالمسألة هنا دائرتها على إيش؟ على العلم، دائرتها على على العلم. وأيضا قال يعني إسحاق بن الهوي مع يحيى بن يحيى قال ابن الهوي يعود قال كنا نعود مريضا فلما حدنا الباب تأخر إسحاق قال يحيى تقدم، فقال يحيى لإسحاق تقدم أنت، قال يا أبا زكريا أنت أكبر مني، قال نعم أنا أكبر منك وأنت أعلم مني. شوف شوف قال أنت أكبر مني، قال نعم أنا أكبر منك وأنت وأعظم من ذلك، وأعظم من ذلك نختمها، وأعظم من ذلك العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو أنا أسن منه وهو أكبر مني، أو حمزة قال بذلك أيضا، نعم وحمزة أيضا أعتقد قال بذلك، قال أنا أسن منه وهو أكبر مني وأعلم منه ولدته. لا شوف ما قال أعلم مني، لا 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 ما قال ذلك، أكبر مني وأنا ولدته. قال 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 لو قال أكبر مني ما ولدت منه، لكن هو قال قال أنا أسن منه وهو وأكبر مني. ممكن برضه حديث حذيفة في صحيح مسلم كنا لا نضع أيدينا في عام حتى يبدأ رسول الله، بس خلاص الله صلى الله عليه وسلم يقدم سنا وعلما طبعا والنبوة في هذا الباب. فإذا الحق أن يقدم العالم، يقدم العالم. شوف الأمة أمة أهدرت أصلا أصلا أدبيا عظيما فأهدر حقها، أمة أهدرت أصلا أدبيا فأهدر حقها. ووالله وبالله وتالله ما تجرأ أحد على عرض عالم إلا جرأ الله عليه أراذل الناس، ووالله وبالله وتالله ما تجرأ سفيه على عرض العلماء إلا جرأ الله عليه الجرذان وأسافل الناس، وذكره بذلك ليعلم أن الله عاقبه بأنه تجرأ على عرض الأماجد. لذلك وجب علينا أن نقف معظمين لمكانة العلماء ولا نهدرها، فإن هذا هلاك أيما هلاك، هو في الدنيا عار وشنار وفي الآخرة عذاب النار. ونسأل الله رفع عن قدرنا. الفاظ المستنبطة: الكبر وكبر العلم لا السن، فعل الأولين أسوة للمتأخرين فوجب التأسي. العلم لا يتقدم شيء سوى النبوة، والعلم لا يتقدم إلا بالنبوة بالوحي. فإذا رجع الأمر كله على فضيلة وعلى فضل الوحي. نقف عند هذا والله الحمد لله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.